يصادف اليوم الاثنين اليوم 12 الصيني للملاحة، ويركز موضوعه هذا العام على بناء ملاحة آمنة وفعالة وخضراء والعمل على تنمية وابتكار طريق الحرير البحري. وفي هذا الصدد عقدت وزارة النقل والمواصلات الصينية مؤتمرا صحفيا قدمت فيه وضع بناء الصيني للمنارات في بحر الصين الجنوبي. قال رئيس البحرية لوزارة النقل والمواصلات سيو روتين في المؤتمر الصحفي إن الصين بنت 5 منارات كبيرة الحجم على التوالي على جزر نانشا منذ مايو العام الماضي، موضحا أنه تم بناء 4 منارات وهي منارة خوايان ومنارة شيغوا ومنارة شوبي ومنارة يونشو إضافة إلى المبنى الرئيسي لمنارة ميجي. وأضاف سيو أن ارتفاع المنارات 5 يتراوح ما بين 50 و55 مترا ومزودة بأجهزة الإضاءة الدورية الكبيرة الحديثة وفانوس قطره 4.5 متر وتوقف إضاءتها 22 ميلا بحريا. كما أشار إلى أن المنارات الأربع التي دخلت دور التشغيل تساعد على زيادة القدرة على ضمان الملاحة الآمنة في هذه المياه. إن المنارات الخمسة تعد مرافق مهمة للخدمات العامة في بحر الصين الجنوبي، واستكمال بنائه واستخدامه يعكس المسؤوليات والالتزامات الدولية المعنية التي تنفذها بلادنا. وفي الحقيقة هي تلعب دورا هاما في الملاحة الآمنة والبحث والإنقاذ في البحر والإنتاج السمكي والوقاية وتقليل من الحوادث البحرية. علاوة على دور الملاحة التقليدي، زودت المنارات الخمس بنظام التعريف الآلي ومحطة التردد العالي مع تغطية فعالة لإشارات الاتصالات اللاسلكية، حيث تم لأجل ذلك فتح قنوات اتصال فعالة بين السفن وأيضا بين السفن ووكالات الشواطئ، مما يمكن من الحصول على معلومات مفيدة لاتخاذ تدابير الدفاع عن النفس في حال حدوث طوارئ أو دخول السفينة لمنطقة مياه متأثرة بالمناخ. في الوقت نفسه يمكن لوكالات الشواطئ أن ترشد أعمال الإنقاذ من خلال نظام التعريف الآلي ومحطة التردد العالي وتنسق القوى في المياه القريبة للمشاركة في تلك الأعمال. وأضاف سيو روتين أن بحر الصين الجنوبي هو منطقة يتركز فيها النقل البحري للنفط بين بلدان آسيوية، وعبره يتم نقل ثلث حجم النفط الخام العالمية وأكثر من نصف حجم الغاز الطبيعي، وهذا يعني الوجود المكثف لناقلات النفط وناقلات الغاز الطبيعي فيها، وبالتالي المخاطر الكبيرة لاحتمال تسرب النفط بسبب اصطدام السفن ووجود سفينة جانحة وغيرها، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى آثار كارثية للبيئة الإيكولوجية الضعيفة في بحر الصين الجنوبية وكذلك الجزر المجاورة والسواحل. ستساعد المنارات على تحديد المواقع بشكل فعال وتوجيه المسار، ولها دور هام للوقاية من وقوع الحوادث والحد من احتمال تسرب النفط وبالتالي حماية البيئة الإيكولوجية في بحر الصين الجنوبي.